فقط حبيت نذكر اللي راهو الاستبداد معناها احد اهم ادواته ثلاثه: وزاره الداخليه ووزاره العدل والاعلام، بحيث وزاره الداخليه تلقاها تشد وكذا، وزاره العدل تضفي الشرعيه، والاعلام يعطي التبرير والتشويه وكذا. الشهود لم يقاسمها متضررين، يعني وهل مضى من الوقت على هذا الإجراء ما يوحي بأن هناك تلكؤا حقيقيا فيها؟ هناك بطء، هناك تلكؤ، يعني احنا هو سرعة الفصل نريدها، لا نريد التسرع لكن نريد سرعة الفصل، سرعة الفصل مع ضمان حقوق دفاع، ولكن هناك تلكؤ قد يفيد المشتكى بهم لترتيب بيوتهم ويعني التملص من الجرائم المسندة إليه، يعني كان من الأمكان منذ البداية. إذا أردنا تحديد مصدر التلكؤ سيد عبد الستار. نعم، يعني أكيد هنا القضاء، أقول أن القضاء لم تكن له الجرأة الكافية، لأنه قد يترقب القضاء موقفا سياسيا.
أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والتنمية المحلية أن الوحدات الأمنية تلقت صباح أمس الثلاثاء 19 من أكتوبر الجاري اتصالا من قبل مواطنة قاطنة بالعاصمة تعلم فيه بأن ابنها البالغ من العمر 5 سنوات تعرض أمام منزلها صباح اليوم نفسه إلى عملية اختطاف من طرف 3 أنفار كانوا على متن سيارة من نوع كليو رمادية اللون. ويضيف المصدر أن الأبحاث انطلقت فورا للوقوف على ملابسات القضية والتحريات متواصلة للكشف عن الجنات، علما أن الشرطة الفنية والعلمية تمكنت من إعداد صور تقريبية للمظنون فيهم. هذا ضد فكرة مقاومة الفساد، لأن فكرة مقاومة الفساد مبنية على التشهير، مبنية على تسمية الأشخاص بأسمائهم حتى يكون عبرة لمن يعتبر. أما وقت اللي ما يسميش هذا وكأنه يشجع على استمرار الفساد، وكأنه يعطي في حماية للمستقبل اللي يحب يقوم بهذه الجرائم، لأن الإفصاع على أسامي الناس هو جزء من مقاومة الفساد. سيد الوزير اتركني اتكلم، اعطيتني الكلمة فاتركني اتكلم. Please shut up. وتكمن أهمية عمل مندوبي حماية الطفولة في التحري وجمع المعلومات الكافية إذا ما تلقى إشعارا حول تعرض الطفل إلى ضرر ما. مندوب حماية الطفولة يقوم باتخاذ إجراءات حمائية وقائية لعدم استمرارية الوضعية اللي يعيشها الطفل هذا. Please shut up. رفض وإنكار حصول هذه الانتهاكات أصبح بمثابة ما يتحدث عن الغرب من إنكار للمحرم. Please shut up. لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل أشوفه في عينك، هتحبطك على إحباطي. تاطي راسك تاطي
Doucement, Coco. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟